والله فتحت اليوتيوب عم ادور على اغاني او فيديوهات لامير عيد وكايروكي. للاسف تعرفت عليهم جديد، والحمد لله انه تعرفت عليهم بالنهاية. يعني ان تصل متأخرا خير من ان لا تصل. يعني الواحد احيانا يحب يتسمع على شوية ميوزك او اغاني وهو يشتغل، والا طلع لي انه صديقي محمود ابو الركب ابو خالد نزل فيديو من 8 دقائق. قلت خلينا نشوف شو عم يحكي ابو خالد كالعادة. وإلا في هذا الفيديو طلع عم يتحدث عن مباراة نابولي ميلان، دردشة هيك جميلة مع المتابعين، وكان في هذا الفيديو رده على فيديو لصديقي الآخر أمين مشتكتي. والله بيني وبينكم تحمست، قلت أشوف شو فيه. وأنا أتفرج على الفيديو شفت أنه أبو خالد عم يحكي عن فيديو أمين، وأنا أكيد متابع قناة أمين بس ما شفت فيديو مبارح، فرحت أشوف فيديو أمين وحبيت على قولة الممثل الجميل أحمد أمين الحالة اللي عاملينها. دمتوا عاملين حالة جميلة قوي، بالإضافة إلى أني اشتقت أعمل فيديوهات طويلة مثل ما عودتوكم في السابق، مع العلم أنه القناة ما وقفت أبداً. كنت أنزل بشكل دوري الفيديوهات الشورتس القصيرة، وأحياناً فيديو الليجري، أحياناً فيديو طويل من بين فترة أخرى. ومثل ما قال أبو خالد، إحنا صناع محتوى الدوري الإيطالي بشكل عام مظلومين، وأحياناً الواحد إذا ما يكون يعني الحماس 200% ما يقدر ينزل محتوى، شوية دعم وتشجيع يعني بده، دعم يعني لو بالكلام، تعليقات مو أكثر. فبصراحة تحمست وقلت أنزل فيديو أحكي فيه رأيي عن مباراة ميلان ونابولي اللي راح تقام بكرة في تشامبيونز ليج دوري الأبطال، وأرد في هذا الفيديو على كلام أبو خالد وكلام أخوي أمين وأعطي رأيي. فإذا جاهزين خلونا نبدأ. خلونا نبدأ الفيديو بمقولة كرة القدم علم غير صحيح. ما في 1+1=2 في كرة القدم أبدا، وياما فرق صغيرة غلبت أندية كبيرة، وياما فرق مو معروف اسمها ولا معروف قولاتهم قرعة أبوها منين غلبت أندية عالمية، ولكل مباراة ظروفها أيا كانت، والظروف كثيرة ما تعرف، خطأ مدافع، خطأ حكم، خطأ فار، لاعب يكون مو بيومه، عوارض، ديفليكشن، ايا كان، في يعني ظروف كثيره تتحكم باي مباراه، وهي الظروف تكون خارجه عن اراده اي لاعب او اي مدرب. المدرب يحط الخطه ويوجه اللاعبين، واللاعب يعطي مجهوده ويدخل الملعب، ولكن المتغيرات والظروف قد تعكس اي مباراه، وبالتالي تصبح من مباراه متوقعه الى مباراه غير متوقعه. وهون يجي الربح الكبير لشركات المراهنات، لأنه لو أي مباراة تقدر تتوقع نتيجتها وتكون 1+1=2 ما كان وجدت شركات المراهنات وما كان طلعت أرباح بالمليارات. المهم إذا كنت شفت فيديو أبو خالد محمود أبو الركب وفيديو أمين، فأكيد أنا ما بداعي أشرح لك شو حكوا هما بفيديوهم، راح أدخل بوجهة نظري مشان أختصر عليك الوقت. وبكل أحوال إذا ما حضرت فيديوهاتهم راح أحط الفيديوين بخانة الوصف، ممكن تشوفها قبل ما تجي على الفيديو تبعي. ممكن الفيديو تبعي يكون إضافة لوجهة نظري أكثر ما هو يكون رد على فيديو محمود وفيديو أمين. عن نفسي واللي أنا شايفه من وجهة نظري الشخصية، وهالكلام حكيته على تويتر لمتابعني، وحكيته قبل مباراة ميلان ونابولي بيوم، قبل مباراة الذهاب أقصد، وذكرت المتأهلين الأربعة بدور نص النهائي من وجهة نظري الشخصية. أنا عن نفسي أرشح ميلان للتأهل لدور نص النهائي، وعندي أسباب كثيرة، ومن هاي الأسباب أولاً تتفق أو تختلف في أندية يختلف عطائها ويختلف أدائها لما تلعب بدور الأبطال. لما تسمع نشيد دور الأبطال هذا الفريق يتغير كلياً عن الفريق اللي تعرفه في الدوري، سواء كان في الدوري توب التوب أو كان موسمه يعني متذبذب في الدوري. ومن هذه الأندية أذكر لك مثالين، أكيد ريال مدريد أيا كان موسمه، نفس الشيء ميلان أيا كان موسمه. المقولة المشهورة DNA دوري الأبطال، يعني هالفريق لعيبته يصيروا وحوش وقت يسمعوا موسيقى دوري الأبطال. النقطة الثانية غيابات نابولي، كيم مين جاي، أنغويسا، جوفاني سيميوني، لاعبين أساسيين مهمين جدا بتشكيلة سباليتي، ومهاجم احتياطي يصنع الفارق في حال لم يتوفق أوسيمين. والحكي عن أوسيمين اللي رجع لعب كم دقيقة بالمباراة الماضية، يعني هل سيكون أوسيمين
جاهز 100% للمباراة ولا لا؟ بديل كم راح يكون؟ خوان جيسوس. ومتابع الدوري الإيطالي يعرف خوان جيسوس، أيا كان ركب على منظومة سباليتي أو لا، فخصائص خوان جيسوس مو مثل خصائص كم. كم يتميز بالقوة والسرعة والبناء من الخلف، وجيد كذلك بالمواجهات الفردية. إنغويسا أكيد هو قطعة من قطع وسط سباليتي اللي يكمل فيها لوبوتكا وزلينيسكي. ديمبلي راح يكون مكانه، ولكن ديمبلي أيا كان ما لعب دقائق كثيرة هذا الموسم حتى يشترك بمباراة مفصلية في إياب ربع نهائي من دور الأبطال ويقدم فيها مستوى كبير. ممكن نعم يقدم، ممكن لا. أنا عم أحكي عن رأيي الشخصي. برأيي الشخصي الغيابات فعلا راح تكون مؤثرة على نابولي. السبب الثالث هو نتيجة مباراة الذهاب. معادلة سهلة، فاز ميلان بالذهاب وبالتالي كفي تعادل أو فوز، يعني عنده فرصتين للتأهل، بينما نابولي بده حصرا يفوز، وإذا بده يفوز بده يفوز فارق هدفين لحتى يفوز ويتأهل دايركت، إلا إذا فاز بفارق هدف ويرجع على التمديد بعدين ضربات جزاء وهكذا فالأمور مختلفة. فنابولي فعليا وبمعادلة بسيطة بده يفوز فارق هدفين. السبب الرابع، لما نقول عن جحيم دييغو أرماندو مارادونا والملعب الفل والملعب والجمهور والغضب والما أعرف والهاي، أولا جمهور ميلان قوي ويتنقل معاه وبأعداد كبيرة. أولتراس ميلان من أقوى الأولتراس في إيطاليا وأكيد في أوروبا، يعني فريق ميلان كلاعبين ما راح يكون لوحده بالملعب. اثنين، ومن كم أسبوع وبعيد ميلان ضرب نابولي في دييغو أرماندو مارادونا بعقر دارهم 4-0. نعم 4-0، يعني مؤخرا تواجه ميلان ونابولي مرتين، بهاي المرتين فاز فيها ميلان، مرة بالسانسيرو 1-0 ومرة بالدييغو أرماندو مارادونا 4-0. نفسيا راح تعطي دفع للاعبي ميلان وراح تحط لاعبي نابولي تحت الضغط. فالسؤال هو، هل لاعبي نابولي قد الضغط؟ هل سباليتي قد الضغط؟ ومتابع الدوري الإيطالي يعرف سباليتي جيدا، بعيدا انه ضرب ضربته وهرب هذا الموسم، وتقريبا خلينا نقول اخذ الدوري، قدم موسم استثنائي وما وقع بيناير. هو هذا الموسم غريب عجيب، موسم كأس العالم، فكل شيء متوقع فيه يصير غير متوقع. برأيي الشخصي هاي المباراة راح تلعب على اقسام، قسم يدافع فيها ميلان يعمل مرتدات، قسم يلعب فيها نابولي مرتدات أو ما يستعجل باللعب. هذا الشيء راح نشوفه أثناء المباراة وراح نحكم عليه بعد المباراة لما نشوف شو قرر بيولي وسباليتي في هاي المباراة. وكما بدأت الفيديو أختمه بمقولة كرة القدم علم غير صحيح. قد تكون نظرتي صائبة وقد تكون نظرتي غير صائبة، وهذا الشيء جاي من تحليلي ورؤيتي للمباراة وأحداث المباراة اللي راح تصير. فاللي أريده منك عزيزي المتابع شغلتين. الشغلة الأولى، تكتب لي رأيك بمجريات المباراة وترجح ميلان أو نابولي للتأهل لدور نصف نهائي من الشامبيونز ليج. طلب الثاني، إذا حبيت الفيديو دعمني بلايك لحتى ينتشر على أكبر قدر ممكن من المتابعين المهتمين بالدوري الإيطالي. إن شاء الله ما أكون طولت عليكم بهذا الفيديو، وأراكم قريبا بفيديوهات كثيرة إن شاء الله. تحياتي لكم جميعا وسلام.